ندخل دلوقتي بقى في الموضوع بتاعنا، بقيت موضوع الزلازل. قلنا اتفقنا من المرة اللي فاتت ان الموديل اللي حضراتكم هتشوفوه دوت ده طبقا للاي سي اي، تمام، وانه الموديل دوت هو ده طبقا لمين؟ طبقا للكود المصري، تمام. طيب هنتكلم بقى دلوقتي قبل ما نعمل اي شغل، عاوزين نبتدي نعمل كده فيريفيكيشن للموديل ونشوف ايه الايرورز اللي موجوده فيه علشان نبدا نعدلها. خلينا نعمل بس البريفرنسز بتاعته كده، ونخلي دوت اللي هو ديب بلو. يعني انا بصراحه بحب الخلفيه دي او برتاح فيها يعني، انما حضرتك تقدر تختار اي خلفيه زي ما انت عاوز. احنا كنا متفقين انه اللي بالخلفيه دي هو ده بالكود المصري، وانه اللي بالخلفيه ده هو ده الكود الامريكي، تمام. طيب نيجي تعمل فيريفيكيشن بقى منين؟ من اناليسيز فيريفيكيشن. بص بقى هنا ابتدى يطلع لك ايه، شويه اخطاء زي ما انت شايف كده. اللي بالاحمر ده ايرور لا يمكن التغاضي عنه، لازم تحله، تمام. اما اللي بالازرق ده وورنينج تحذير، يعني ممكن تحله ممكن تتغاضى عنه، ولكن يفضل انك تحل. جميل، تعال نشوف بقى. مثلا اول حاجه الايرور انه overlapping bars وبيمز وكولومز ار نوت allowed ان ذا كالكوليشن موديل، مش مسموح بها في الكالكوليشن موديل. ايه اللي حصل؟ overlapping bars، عندك overlapping ما بين البارز، وده مش مسموح بيه في الموديل، مش هيقدر يتعامل معاه سواء بار او بيم او كولوم. جاست ان انت تضغط عليها بالشكل ده يبتدي هو زي ما انت شايف كده على اليمين، حدد لك ايه الجزء اللي هو فيه overlapping اهو، اللي هو مين؟ اللي هو العمود. وقال لك هنا الرقم بتاعه ان انا عندي العمود رقم 12 والرقم 25 اللي هو البار نمبر بتاعك موجودين عليهم ايه؟ فيهم فوق بعض. انا كده اخترت لك اتنين، بيقول لك انا اخترت لك اتنين، تمام. خلي بالك واحنا المفروض ان هو يبقى موجود واحد بس. طب احنا ممكن نخليه بس اوضح شويه اهو، لو عملنا له روتيت بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين يبقى عندك العمود ده، تمام. جاست ان انت تعمل ديليت، تمسح واحد منهم كنترول زد كده، تمسك واحد كده اهو، اول ما شاور لك عليه بص بيشاور لك على ايه، بيدي لك الرقم بتاع العمود. او منين؟ او من عندك من هنا من اللوكال سيستم. اسف، اللوكال سيستم ده بيظهر لك اللوكال كوردينيتس بتاعته. في عندك البار نمبر، تمام، البار نمبر اهو. بص كده لو انا زومت هنا كده هتشوف ايه، هتشوف ان عندك 25 و12. ممكن نوضحه شوية بالعدسة دي اهو. بص كده الرقم هنا عندك 25 فوق ال 12، فالرقمين فوق بعض كمان، يعني هو بيوضح لك كل حاجة، تمام. جاست ان انا همسك عمود بالشكل ده، قال لك ان انت اخترت العمود رقم 12 او اللي هو البار نمبر بتاعه 12، واضغط ديليت من الكيبورد، تمام. كده بقى عندك العمود رقم 25 ومبقاش فيه اوفرلابنج في العمود. انا عاوز اخفي البار نمبر، خلاص مش محتاجه كده، وابتدي اقول له اعمل لي فيريفيكيشن تاني عشان نشوف بقيه الاخطاء. لقيت ان الخطا الخاص بيه ان في اوفرلابنج للبار خلص. في عندك بقى خطا تاني اللي هو اوفرلاب بانر، برضه جاست ان انت كليك عليها بيبتدي يحدد لك ويقول لك خلي بالك ادي عندك هنا مين؟ عندك البانل دي والبانل دي اوفرلابد مع بعض، تمام. وقايل لك الرقم بتاعهم اهو 92 و93 و97 و98، تمام. طيب يا باشمهندس دلوقتي انا عندي كنت عملت لودز وحطيت اللودز دي على واحده من الاثنين دول، عاوزين نشوف ايه اللي بيحصل. ما لو انت جيت هنا على التيبلز او اللود تيبلز، لودز لود تيبل، ودايما احب افكر حضرتك انك لازم يبقى اللود تيبل على طول مفتوح معاك، ماشي. هتلاقي انه 92 و93 عليهم لودز،
تمام، في حين انه التاني اللي هو كان 97 والتاني اللي هو كان، خلينا نشوف كده برضو، لو احنا قلنا تاني برضو من analysis verification اهوت اللي هو 97 و98 مفيش عليهم ايه؟ مفيش عليهم loads. تمام، فجاست ان انت انا همسح دول كده، يبقى هو اختار لك ال 97 وال 98 بس وتقول له اعمل لي ديليت. تمام، تعمل فيريفيكيشن تاني الاوفرلاب ده ما اتمسحش، تعمل كلوز، وعاوزك اخفهم لي بالشكل ده ماشي، وخليني اختار ال 97 وال 98 بس، ده ال 93 نعمل تاب كده، ادي ال 98 ده انا مش عاوزه، اعمل له ديليت ماشي. تلاقي ده كام؟ تلاقي ده عندك ال 93 بس. بص هنا ده ال 92، جاست ان انت تعمل تاب بقى قلب بقى 97 تختاره وتقول له ديليت. تمام، تعمل بقى ده 93 وده ال 92، اعمل اكزايت كده وتروح للودز. هيقول لك خلي بالك انه ال 92 وال 93 هم اللي عليهم ايه؟ هم اللي عليهم اللودز وهم اللي كانوا موجودين. تمام كده، حلو قوي. نرجع تاني للفيو، عاوزين نتاكد من اول حاجه ان خلاص ما بقاش فيه اخطاء، فتيجي من اناليسيس فيريفيكيشن خلاص ما بقاش فيه عندك اي اخطاء، الايرورز صفر والوارنينج صفر، الحمد لله الموديل بتاعنا كده هيلثي او سليم. نبتدي بقى نظهر اللودز كده عشان نشوف هو دلوقتي عليه لودز ولا اختفى ولا ايه الوضع بالظبط. تمام، هتلاقي انه قايل لك هنا اهو انه البلاطه دي، احنا لو نفتكر انه كنا واخدين الفلور كفر بتاع الحمامات 2.5، يبقى اذا البلاطات بتاعه الحمامات عليها اللودز بتاعتها مفيش مشكله خالص. لو احنا جبنا هنا الولز، هنلاقي الولز على الحيطان الخارجيه بس بتاعت مين، او على البلاطه الرئيسيه بتاعت الفيرست. لو جبنا اللايف لود برضو هنلاقي ان اللايف لود على الحمامات بكام؟ بثلاثه اهو موجود، واللايف لود الباقي ب2 واللايف لود اللي في الروف ب1. جميل جدا، يبقى احنا كده اطمنا ان احنا مسحنا البلاطات اللي هي مفيش عليها لودز، وفي نفس الوقت اطمنا انه اللودز مظبوطه وانه الموديل مفيش فيه اي مشاكل. نخفي بقى اللودز دي مش محتاجينها دلوقتي، نبدا نشتغل في اول حاجه نعرف الماس سورس والموديل، الموديل كيس.